صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين الحديثين إذا هم الشخص بسيئة ولم يفعلها لم تكتب، وبين الحديث الذي مر معنا القاتل والمقتول في النار؟ إذا لم يعملها خوفا من الله لم تكتب، أما إذا لم يعملها لأنه لم يتمكن ولو تمكن لعملها فهذا يأثم. وهذا المقتول، المقتول كان عازما على قتل صاحبه. نعم.